بسم الله. برنامج الاول بلين زي ما هو بيديني ادوات ارسم 3 دي زي ارتكشر مثلا، فهو بيديني حاجات ارسم بيها الحاجات 2 دي من بيزك. بقول له انا عايز مثلا ارسم لاين وابدا ارسم اللاين، او عايز ارسم بول لاين وابدا ارسم بول لاين. بس البول لاين هيديني بعض الامكانيات الاكتر، زي اول سيمبل عايز يبقى شكله ايه واخر سيمبل عايز يبقى شكله ايه، وممكن تشيلهم او تخليه. لما تخلص السكيب فهتلاقي في أوله رمز وفي آخره رمز، وتقدر تتحكم في حجمه، أو ممكن تحط بوينت أو تحط ريكتانجل أو تحط دايرة. وهنا طبعا كل حاجة بتختارها بيديك الاختيارات بتاعتها، ممكن تحدد النقطة بتاعتها. لا أنا عايز أنا أحدد اليدوي وأحدد الزاوية بتاعتها. أقول له أنا عايز أرسم بولجن او بولي لاين او اس بي لاين، او عايز ارسم حاجه فري. أو عايز ارسم ريفيجن كلاود حاجه بالشكل ده مثلا، او عايز ارسم هاتشينج او باترن او عايز فيل. فيل عندي كذا طريقه، ممكن اقول له انا هرسم انا المكان اللي انا عايزه بالشكل دوت، ولما اخلص ادوس اسكيب اعتبر ده هاتش، او اوتو لاين اوتو ديتكت. اول ما تدوس في المنطقه هو يبدا يشوفها ايه الحته المقفوله فيها، وروح ايه عاملها كلها هاتش واحد بالشكل دوت. او ممكن ادخل صوره، او ممكن اقول له انا عايز ارسم اوفست بول لاين، يعني عايز ارسم اتنين بول لاين مع بعض بالشكل دوت. اقول له انا عايز مثلا 3 خطوط، الاوفست 1 اوفست 2 اوفست 3، وهبدا ارسم الثلاثه مع بعض بالشكل دوت. او ممكن يعني في شويه امكانيات حلوه هنا في البرنامج. او ممكن اقول له انا عايز فيلت او شامفر بين الخطوط، او عايز كاتوز اليمنت، الحاجات المعتاده. بس الحاجات دي خاصه بال2D. في حاجات بتبقى عامه موديفاي للأوامر سواء 2D أو 3D. يعني عندي هنا ده مثلا بموديفاي فورمات بروبرتيز، ده بحدد أي عنصر بيبدأ يقول لي أنت عايز تعدل الخط، لون الخط، لون الكتابة، اللير. تبدأ تدي له اختيارات أنت عايزها. أمر ميرور، عندنا أمر ميرور، واحد بيعمل ميرور من غير ما ينسخ، واحد بيعمل ميرور ويسيب النسخة الأصلية موجودة. أمر كوبي وموف وروتيت، الامر اللي كانت موجوده في الاوتوكاد عادي، الاري، الديليت، الريسايز. الامر دي طبعا ايه موجوده في الاوتوكاد وفي الريفس وفي كل حته. بتحدد تبدا تحدد انت المفروض عايز تعدل فيها قد ايه بالشكل دوت. قلت له نسبه 2 لـ5، فبدا يكبرهم بالنسبه ديت. فان شاء الله الادوات تلاقيها سهله وبسيطه ان انت تشتغل في التو دي. وهتلاقي اول مثلا تكست لو انت عايز تكتب بزاويه مايله، لو عايز تكتب افقي راسي، الدايمنشن لو عايز تاخد دايمنشن من اي مكان نقطه لنقطه. ان شاء الله برضو واحنا ماشيين هنستخدم ادوات كتير حتى في الثري دي. ممكن تكون محتاج حاجه تو دي تحطها في قلب اللوحه، هنستخدمهم ان شاء الله.